بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مدارسنا، مدرسة عشتار الابتدائية الأهلية. قواعد اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، معكم معلمة المادة إسراء باسم. درسنا لهذا اليوم الضمائر. الضمائر، الضمائر هي أسماء نرمز بها. الضمائر هي أسماء نرمز بها. إذن الضمائر هي ليست أفعال ولا حروف، إنما هي أسماء نرمز بها إلى ماذا؟ إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب. نرمز بها إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب. المتكلم أو المخاطب أو الغائب الدال على ماذا؟ الدال على المفرد، الدال على المثنى، الدال على الجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. إذن الضمائر هي أسماء نرمز بها إلى المتكلم أو المخاطب أو الغائب، الدال على المفرد أو المثنى أو الجمع بنوعيه المذكر والمؤنث. أنواع الضمائر. أنواع الضمائر: أولاً، ضمائر ظاهرة هي بارزة. ضمائر ظاهرة هي بارزة، وهي التي سوف ندرسها في درسنا لهذا اليوم. ضمائر ظاهرة بمعنى نحن نراها. ثانياً، ضمائر مستترة هي غير ظاهرة لا نراها. ضمائر مستترة هي غير ظاهرة، وهذه الضمائر سوف ندرسها في مرحلة متقدمة إن شاء الله في مرحلة المتوسطة. الضمائر المسترة. الضمائر الظاهرة البارزة نوعين: الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. الضمائر المنفصلة هي التي سوف نتطرق إليها في درسنا لهذا اليوم. الضمائر المنفصلة هي ضمائر للمتكلمين، ضمائر للمخاطبين، ضمائر للغائبين. ضمائر المتكلمين: أنا، أنا، أنا أتكلم عن نفسي. نحن، نحن نتكلم عن أنفسنا. أنا تستخدم للمفرد المذكر والمفرد المؤنث. نحن تستخدم للمثنى المذكر والمثنى المؤنث. نحن تستخدم للمفرد، كلا خطأ، تستخدم للجمع بنوعيه المذكر والمؤنث، وأنا تستخدم فقط للمفرد المذكر والمؤنث. ضمائر للمخاطبين: أنت، أنت أخاطبه، أنت أخاطبها، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، أنتما للمثنى المذكر والمؤنث، أنتم لجمع المذكر، أنتن لجمع المؤنث. ضمائر للغائبين: هو، هو، هو غائب، هي، هي غائبة، هما للمثنى المذكر والمؤنث، للمثنى المذكر والمؤنث، هم، هم غائبون، هم لجمع المذكر، هن، هن غائبات لجمع المؤنث. ضمائر للمتكلمين: دعونا نراها مع الأمثلة. أنا، أنا، أنا تلميذ مجتهد. أنا، أنا تلميذ مجتهد. أنا، أنا فلاحة نشيطة. أنا فلاحة نشيطة. نحن مثنى، نحن عاملان ماهران. نحن عاملان ماهران للمثنى المذكر. نحن، نحن ممرضتان مخلصتان للمثنى المؤنث. نحن، نحن معلمون قديرون لجمع المذكر. نحن تلميذات مهذبات لجمع المؤنث. ضمائر للمخاطبين: ضمائر للمخاطبين،
أنت، أنت أخاطبه، أنت تلميذ نظيف مفرد مذكر، أنت تلميذ نظيف، أنت، أنت تلميذة ذكية، أنت تلميذة ذكية، أخاطبها مفرد مؤنث، أنتما مهندسان ماهران، أنتما مهندسان ماهران، للمثنى المذكر أنتما، كذلك أنتما عاملتان مخلصتان، أنتما عاملتان مخلصتان، للمثنى المؤنث، أنتم أخاطبهم، أنتم فلاحون نشيطون، أنتم فلاحون نشيطون، لجمع المذكر، أنتن، أنتن مذيعات جيدات، أنتن مذيعات جيدات، للمثنى خطأ، لجمع المذكر خطأ، لجمع المؤنث، وهذا هو الصحيح، أنتن تستخدم لجمع المؤنث، مذيعات جيدات، ضمائر للغائبين، ضمائر للغائبين، غير موجودون، غائبون، العراقي بطل، هو بطل، العراقي بطل، هو بطل، فاطمة خياطة، هي خياطة، فاطمة خياطة، هي خياطة، هي ضمير للغائب عوضا عن فاطمة، علاء ومحمد طبيبان، علاء ومحمد طبيبان، هما طبيبان، علاء ومحمد عوض عنهما بضمائر الغائبين، هما، هما طبيبان، أمل وسعاد معلمتان، أمل وسعاد معلمتان، هما معلمتان، للمثنى المؤنث، هما معلمتان، للمثنى المؤنث، رياض وعباس ومروان أصدقاء، رياض وعباس ومروان أصدقاء، أكثر من اسمين هم جمع، أكثر من اسمين جمع، هم أصدقاء، هم أصدقاء، لجمع المذكر، نوال وخلود وفاطمة موظفتان، موظفتان لو موظفات، موظفات، نوال وخلود وفاطمة موظفات، جمع مؤنث، أحسنتم، هن موظفات، هن موظفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.